اصدقائي، كنتمنى تكونوا في احوال جيده وانتم كتشوفوا هذا لا فيديو. اليوم ان شاء الله رجعت معكم فيديو جديد وغادي نقدم معكم بشنيخه. كيف ما شفتوا معايا في الفيديو اللي صيبنا فيه العسل، قلت لكم بلي حنا في رمضان كنستعملوا العسل بزاف ديال الوصفات، وانا استعملت العسل اللي صيبت معكم في الفيديو اللي غادي نخلي لكم الرابط ديالو تحت الفيديو. غادي نوريكم حتى الطريقه كيفاش صيبت هذه البشنيخه اللي صراحه كتجي زوينه بزاف وكتهرمش. ما تشوفوا معايا البنات هانتو كيفاش كتجي مقرمشه وزويونه وكتجي معلكه، وحتى العسل صراحه استق معايا زويون وما كيتلصق مع والو. وخليكم مع الوصفه ديال هاد لا فيديو ان شاء الله. باش غادي نوجدوا البشنيخه ديالنا غادي نحتاجوا نص كيلو ديال الدقيق، غادي نحتاجوا كاس كبير ديال الحليب، غادي نحتاجوا فاني، وغادي نحتاجوا خميره ديال الحلوه، غادي نحتاجوا نص كاس ديال الماء زهر، غادي نحتاجوا ثلاثه المعالق ديال الزنجلان اللي كيبقى اختياري، وغادي نحتاجوا معلقه ديال اللوز مطحون. بطبيعه الحال عندنا الزنجلان اللي حنا حمصناها من قبل وعاد طحناه، معلقه صغيره ديال حبه حلاوه والنافع، عندنا 125 غرام ديال الزبده، وعندنا القبيصه ديال الملحه. اول حاجه غادي نبداو بها غادي ناخذ نص كيلو ديال الدقيق، غادي نضيفو جميع المكونات ديالنا اليابسه. عندنا هنا اللوز، زنجلان، وحبة حلاوة. غادي نديرو الفاني، غادي نديرو خمارة صغيرة 8 غرام اللي بالنسبة للناس اللي في أوروبا عندهم الخميرة ديال 15 يديرو غير نص وحدة، وغادي نديرو الخبيصة ديال الملحة. من بعد غادي نخلطوا هاد المكونات مع بعض، ودابا غادي ناخذ الزبده ديالنا اللي غادي نذوبوها، ومن بعد غادي نزيدوها على العجينه ديالنا باش غادي نعجنوها. من بعد ما ذوبت الزبده كما كتشوفوا معايا دفيت حتى الحليب واحد شويه، ودابا غادي نبسبس هاد المكونات اليابسه، وعاد غادي نضيف عليهم المكونات السائله. انا البنات كيف ما كتشوفوا معايا بما ان زلجلان حسيت به بحال كور ليا شويه، دوزتها في الغربال حيت باش هكا العجينه ديالنا تكون مجانسه، دوزته في الغربال هو الاول كيف ما كتشوفوا معايا. ودابا عاد غادي نزيد الزبده ديالي، غادي نضيف الحليب، يمكن لكم حتى تخلطوا كل شيء مع بعض. غادي نضيف الماء الزهر والحليب، غادي نبقى نضيف شويه بشويه حتى تجمع لي العجينه ديالي. العجينه ما خصهاش تكون ما تكونش رطبه بزاف، خاصها تكون قاسحه، قد ما كانت قاسحه قد ما كتكون احسن، باش هكا ملي نبغيو نمدوها تمدد معنا بسهوله وتجينا مزيانه وما تكرتش ما تفرتش لينا العجينه ديالنا. كما تشوفوا معايا اصدقائي غادي ندلكوها شويه من بعد ما تجمعات لينا. من بعد ما كتولي على هذا الشكل غادي نقسمها على جوج، وغادي نديرها في ميكرا ونخليها ترتاح، نديرهم في بلاستيك هكا. من بعد البنات غادي نخليهم يرتاحوا واحد شويه ونتلاقاو من بعد. من بعد البنات كيف ما كتشوفوا معايا ارتاحت معنا العجينه شويه ولات رطبه، غادي نقسمها الى دوائر على هذا الشكل باش هكا نخدموا عليهم. نتوما غادي تقسموهم على قد الحجم اللي غادي يجيكم ساهل في التمداد. كيف ما كتشوفوا معايا البنات غادي ناخذوا هاد الكويرات ديالنا غادي نحطوهم يرتاحوا شويه قبل ما نبداو نمدوا فيهم، غادي نشكلوهم على هذا الشكل. كيف ما كتشوفوا معايا البنات دابا غادي نبداو نمدوا فيها على هذا الشكل. غادي نوريكم واحد الطريقه كيفاش كنخدمها انا، كناخذها كنمددها مزيان ها
على هذا الشكل كما كتشوفوا معايا، وكنبقى نثنيها بحال الشكل كيف ما كنصيبوا الشباكيه، يعني كنمدوها مزيان كنورقوها هكا هكا. ومن بعد كنثنيو على هذا الشكل، كنعاودو نمدوها هكا على هذا الشكل. وكنثنيوها وكنخليوها ترتاح، وكنستمروا على هذا الشكل حتى كنشكلوا الكويرات ديالنا كاملين. كيف ما كتشوفوا معايا البنات، انا كيف ما وريتكم في الاول ثنيت الكويرات ديالي، بقيت كنمددهم وتحت كنثنيهم على اربعه. من بعد كنحاول انهم يكونوا على هذا الشكل، هذوك الزوائد كنحيدهم باش ملي تخرج ليا الطريقه تخرج مقاده، كنحيد هاد الزوائد وكنديرهم، يعني كنعاود نستعملهم كنكورهم وكنخليهم يرتاحوا وكنعاود ثاني نمددهم. ودابا غادي نوريكم كيفاش غادي ندوزوهم في الماكينه. طبيعه الحال الا كانت العجينه ديالكم حسيتوا بها شويه بقات جاريه ليكم ولا كتلصق، تقدوا ترشوا بشويه ديال الدقيق. انا العجينه ديالي جات مزيانه، ما جاتش جات قاصحه، ما غنحتاج دقيق، ولكن غادي نحاول نرش غير بشويه شويه شويه ديال الدقيق، غير باش هكا من نبغي ندوزها في هذيك البلاصه ديال السباغيتي يجيوني مفرقين هذوك الخطيطات. دابا كيف ما كتشوفوا معايا البنات، غادي ندوزها في الرقم جوج هو الاول، حاولوا نخشيوها. هي الا كانت صراحه الا كانوا جوج الناس كتكون اسهل، حيت من بعد العجينه كتولي ارق. من بعد غادي ندوزها في الرقم 4، هكا تقدروا تخدموها حتى بوحديتكم، ما صعيبش بزاف سهله. ودابا انا غادي ندوزها من بعد في الرقم 5. نتوما يمكن ليكم ديروا حتى الرقم اللي بغيتو حتى 6 على حسب الرق اللي بغيتو نتوما، انا كندوزها حتى الرقم 5 كيكون كافي بالنسبه ليا، كتجي رقيقه. كنحاولوا نقادوها باش ما تعوجش لينا من هذا الشكل، وكنشدوها من التحت. كتجي على هذا الشكل، نتوما يمكن لكم تبقاو كيف ما كتشوفوا هنا كتكون شويه شفافه. انا غادي نعاود ندير ليها ندوزه مره اخرى في الرقم 5 دائما. كيف ما كتشوفوا راه ما كتقطع معايا ما حتى شي حاجه، هذا الشيء هو السر ديال ان العجينه خصها تكون قاصحه، قد ما كانت قاصحه قد ما التوريقه كتجيكم مزيانه. دابا البنات غادي ندوزها في البلاصه ديال السباغيتي، كتشوفوا على هذا الشكل كنشدها وكندير الايد ديالي لتحت كيف ما كتشوفوا، تخرج على هذا الشكل. على هذا الشكل كتخرج، ماشي مشكل الا تقطعت معكم بحال هكا، ماشي مشكل حيت نتوما ملي غادي تكونوا كديروا فيها على هذا الشكل، ملي غتكونوا كتشكلوا فيها هذوك القصارين غادي تحيدوهم، كتجي بحال هكا. كنحطها على هذا الشكل، كما كتشوفوا معايا البنات كتجي هكا كيف ما كتقطع معنا ما حتى شي حاجه. من بعد ما نحلوها كنعرفوها انها محلوله مزيان، كنحطوها على هذا الشكل وكنبداو نشكلو في الشكيلات ديالنا. انا كنديرهم صغير ولكن حيت كيعجبني الحجم ديالهم صغير،
وانتوما كنديرهم تقريبا شي 6 سنتيم. انتوما شوفوا على حسب الحجم اللي بغيتوا، تقدروا ديروها كبيره تقدروا ديروها صغيره. كيف ما كتشوفوا معايا البنات، هذا هو الشكل النهائي ديال البسنيخه ديالنا من بعد ما قليناها وفندناها في العسل ومن بعد زوقناها بالجلان. كيف ما كتشوفوا معايا جات على هذا الشكل، صراحه جات زوينه زوينه بزاف ومهرمشه.